مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة الكاملة من ومع قناة الملكة والأمير حصريا، قصة زواج عرفي وائل ومريم كاملة. دخل المستشفى بسرعة وهو في حالة من الارتباك والخوف، وهو رايح نحو الريسبشن بيسأل عن مراته مريم اللي تعرضت لحادث سير شديد وتم نقلها إلى المستشفى بين الحياة والموت. وائل: لو سمحتي، الحادثة بتاعت المقطم فين دلوقتي؟ موظفة الريسبشن: تقصد الحادثة بتاعت مدام مريم حضرتك؟ وائل: أيوة، أنا وائل جوزها. موظفة الريسبشن: حضرتك المدام دلوقتي في أوضة 302 الدور الثاني. يجري وائل السلم بسرعة وما ينتظرش الأسانسير. موظفة الريسبشن لزميلتها: يا حرام، شايفة شكله عامل ازاي؟ زميلتها: مش مصدق طبعا اللي حصل، ربنا يلطف بيها. يجري بسرعة وائل نحو الغرفة ويبص يلاقي والد ووالدة مريم والحزن مليان في وشهم. وائل: خير يا عمو، ايه اللي حصل لمريم؟ والد مريم: عملت حادثة يا ابني وهي ماشية بالعربية. بيقولوا عربية يعني عربية نقل، ظهرت فجأة في الطريق المعاكس وصدمت بيها، اللي معاها مات وهي بين الحياة والموت. وائل: اللي معاها؟ مين ده اللي كان معاها؟ والد مريم: صدقني يا ابني معرفش، بس أكيد حد من زمايلها في الشركة. ويخرج الطبيب من الغرفة: والدة مريم طمني يا دكتور، بنتي حالتها ايه دلوقتي؟ الطبيب بكل أسى وكل حزن: ما خبيش عليكم، الحالة حرجة جدا ولازم تدخل عمليات دلوقتي، في نزيف حاد على المخ، محتاجة دعواتكم، ربنا كبير إن شاء الله وقادر ينجيها بعد إذنكم. الأم تنهار تماما بعد سماع هذه الكلمات، ويجي ضابط الشرطة ويدعى النقيب صلاح. النقيب صلاح: مساء الخير، أنا النقيب صلاح رئيس مباحث اسم الهرم. وائل: أهلا وسهلا بحضرتك. صلاح: أهلا بيك، حضراتكم طبعا تقربوا للأستاذة مريم أبو الفتوح. وائل: أنا جوزها ودي مامتها وده باباها. صلاح مندهش: جوزها؟ وائل: حضرتك مندهش ليه كده يا فندم؟ أيوه أنا جوزها. صلاح: ممكن بعد إذنك كلمتين على انفراد؟ وائل: آه تحت أمرك، اتفضل. صلاح: بعد إذنكم وبعد أن يذهب بعيدا. وائل: خير يا فندم. صلاح يتنهد: بص أنا عارف إن الوقت مش مناسب، بس لازم طبعا تعرف اللي حصل بالظبط لأني محتاج أعرف إيه تعليقك. وائل: اتكلم حضرتك أنا سامعك. صلاح: أولا انت عارف طبعا ان المدام ما كانتش لوحدها في العربية، وانه كان معاها شخص تاني، وان الشخص ده مات للأسف وقت الحادث. وائل: اه عرفت من باباها، وتقريبا ده حد من زمايلها في الشركة. صلاح: ام جايز، بس اللي ما تعرفوش اكيد ان الشخص ده جوزها. وائل مندهش: جوزها ازاي يا فندم؟ انا جوزها حضرتك. صلاح: طيب شوف دي كده. وائل ينظر يبص يلاقي عقد زواج عرفي. وائل: مش معقول، ده عقد مزور بالتأكيد، مش ممكن، العقد ده لا يمكن يكون صحيح، أولا لأن مراتي ست متجوزة، ثانيا أنا زوجتي أشرف وأنبل إنسان على وجه الأرض. صلاح: إحنا لقينا العقد ده في طابلو العربية، والتحريات بتقول إن الشخص اللي اسمه بالعقد ده هو اللي كان معاها وقت الحادث. طيب انت تعرف ان زوجتك واللي معاها كانوا عريانين تماما ومن غير هدوم خالص وقت الحادث؟ وائل: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ اه هنا بقى يحصل الفاصل العجيب. بعد كل الشائعات والكلام وهو المقصود بيها، لكن تخرج مريم سمير في بث مباشر. خرجت المعيدة المسيحية الديانة
مريم سمير في بث مباشر مع المدعو محمود داود، وأكدت في البث أنها كانت تتواصل مع والدها قبل أن تذهب إلى الأزهر الشريف لإشهار إسلامها، وهي قررت تغيير دينها منذ فترة، وأنها بصحة جيدة وفي أحسن حال، وكل ما تريد من أسرتها أن تعيش بهدوء بعد تغيير دينها. وعلقت على فكرة ما يتردد بأنها مخطوفة بضحكة ساخرة، مؤكدة بأنها تتحدث أمام الجميع، حيث نشرت الصفحات والجروبات المسيحية صورة المعيدة مريم سمير 25 سنة بالحجاب بجانب صورة إشهار إسلامها. تقوم الباحثة مريم سمير بإعداد رسالة ماجستير بجامعة المنوفية من مواليد العريش، وباحثة في جامعة العريش، واختفت من 30 يوليو وذهبت لموقف المرج بالقاهرة للذهاب للعريش، ورفض اسم المرج والعريش عمل محضر حتى الآن. نشر محمد رياض سرور أحد شباب المسلم الذي يهاجم المسيحية على صفحته بأن هناك مفاجأة ستحدث خلال الأيام القادمة، ستكون أعلى إثارة من مشكلة الدكتورة سالي نسيم، وهي إعلان باحثة مسيحية دخول الإسلام، وسيقوم بنشر التسجيل الصوتي لإعلانها الشهادة. فهل سيفيق الشعب المصري على أزمة جديدة أقوى من أزمة سالي نسيم؟ قصة إسلام أختنا باختصار الأخت ميم سين كانت باحثة مسيحية يقصد بها مريم سمير فايز، سمعت كثيرا عن الإسلام، ولكن ما سمعته كان ممزوجا بالتهمة التي أرادت التحقق منها بنفسها، فتواصلت مع أخت مسلمة وأرادت معرفة الإسلام، وردت عليها بعض الشبهات التي يثيرها القساوسة عن الإسلام، فأخبرتها الأخت المسلمة أنها ستتواصل مع أحد المتخصصين للرد على الشبهات، فتواصلت معها وطلبت منها الرد عليها، وبالفعل ردت على أسئلتها، فكنت مع كل سؤال تطرحه حول الإسلام وأحضر لها الإجابة من المسيحية، ثم أعطيها إجابة أقوى منها واضح من داخل الإسلام، فكنت أعطيها الإجابة مصحوبة بالمصدر المسيحي والإسلامي، وأطلب منها التحقق بنفسها من الإجابة من المصادر، فلما زادها ذلك غير اقتناعاً فقررت جعلها واعتناق الإسلام، فالفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ثم للأخت المسلمة التي عرضت عليها الإسلام ثم أوصلتني بها، فلا تنسوها من صالح دعائكم. هذا ما نشره محمود رياض سرور. هل سيفيق المجتمع المصري على أزمة جديدة؟ وتشكيل وعودة ومطالبة المسيحيين بإلغاء خيانة الديانة والبطاقة الشخصية أولا، وعودة جلسات النصح والإرشاد، وتشكيل محاكم فرعية داخل جميع المحاكم المصرية تهتم بأمور تغيير الديانات بشكل مؤقت لحين ما يقتنع المجتمع بحرية المعتقد، وأن يتوقف شيوخ الأزهر من إصدار شهادات إشهار الإسلام لأي فتاة أو سيدة لمجرد مرورها بجوارهم. أحبائي وأعزائي، هذا الملف دائما نتحدث عنه كثيرا، لأن هناك محاولات كبيرة، محاولات يعني عايز أقول لك شديدة جدا على مصر. ربنا بجد يعيننا ويرحمنا ويشيل عننا الغلاء والوباء. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة الكاملة من ومع قناة الملكة والأمير حصريا، قصة زواج عرفي وائل ومريم كاملة. دخل المستشفى بسرعة وهو في حالة من الارتباك والخوف، وهو رايح نحو الريسبشن بيسأل عن مراته مريم اللي تعرضت لحادث سير شديد وتم نقلها إلى المستشفى بين الحياة والموت. وائل، لو سمحتي، الحادثة بتاعة المقطم فين دلوقتي؟ موظفة الريسبشن تقصد الحادثة بتاعة مدام مريم حضرتك؟ وائل، أيوة أنا وائل جوزها. موظفة الريسبشن، حضرتك المدام دلوقتي في أوضة 302 الدور الثاني. يجري وائل السلم بسرعة وما ينتظرش الأسانسير. موظفة الريسبشن لزميلتها، يا حرام شايفة شكله عامل ازاي؟ زميلتها مش مصدق طبعا اللي حصل، ربنا يلطف بيها. يجري بسرعة وائل نحو الغرفة ويبص يلاقي والد ووالدة مريم والحزن مليان في وشهم. وائل، خير يا عمو، ايه اللي حصل لمريم؟ والد مريم عملت حادثة يا ابني وهي ماشية بالعربية، بيقولوا عربية يعني عربية نقل، ظهرت فجأة في الطريق المعاكس وصدمت بيها.
اللي معاها مات وهي بين الحياة والموت، وائل اللي معاها مين ده اللي كان معاها؟ والد مريم صدقني يا ابني معرفش، بس أكيد حد من زمايلها في الشركة. ويخرج الطبيب من الغرفة، والدة مريم طمني يا دكتور بنتي حالتها ايه دلوقتي؟ الطبيب بكل أسى وكل حزن، ما خبيش عليكم الحالة حرجة جدا ولازم تدخل عمليات دلوقتي، في نزيف حاد على المخ، محتاجة دعواتكم، ربنا كبير إن شاء الله وقادر ينجيها بعد إذنكم. الأم تنهار تماما بعد سماع هذه الكلمات، ويجي ضابط الشرطة ويدعى النقيب صلاح. النقيب صلاح مساء الخير، أنا النقيب صلاح رئيس مباحث اسم الهرم. وائل أهلا وسهلا بحضرتك. صلاح أهلا بيك. حضراتكم طبعا تقربوا للأستاذة مريم أبو الفتوح. وائل أنا جوزها ودي مامتها وده باباها. صلاح مندهش. جوزها؟ وائل حضرتك مندهش ليه كده يا فندم؟ أيوة أنا جوزها. صلاح ممكن بعد إذنك كلمتين على انفراد؟ وائل آه تحت أمرك اتفضل. صلاح بعد إذنكم وبعد أن يذهب بعيدا. وائل خير يا فندم. صلاح يتنهد، بص أنا عارف إن الوقت مش مناسب بس لازم طبعا تعرف اللي حصل بالظبط لأني محتاج أعرف إيه تعليقك. وائل اتكلم حضرتك أنا سمعك. صلاح أولا أنت عارف طبعا إن المدام ما كانتش لوحدها في العربية وإنه كان معاها شخص تاني وإن الشخص ده مات للأسف وقت الحادث. وائل آه عرفت من باباها وتقريبا ده حد من زمايلها في الشركة. صلاح ام جايز، بس اللي ما تعرفوش اكيد ان الشخص ده جوزها. وائل مندهش جوزها ازاي يا فندم؟ انا جوزها حضرتك. صلاح طيب شوف دي كده. وائل ينظر يبص يلاقي عقد زواج عرفي. وائل مش معقول ده عقد مزور بالتأكيد، مش ممكن العقد ده لا يمكن يكون صحيح، اولا لان مراتي ست متجوزة، ثانيا انا زوجتي اشرف وانبل انسان على وجه الارض. صلاح احنا لقينا العقد ده في طابلو العربية والتحريات بتقول ان الشخص اللي اسمه بالعقد ده هو اللي كان معاها وقت الحادث. طيب انت تعرف ان زوجتك واللي معاها كانوا عريانين تماما ومن غير هدوم خالص وقت الحادث؟ وائل ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ اه هنا بقى يحصل الفاصل العجيب.